الأصحاح التاسع عشر. ولما أتم يسوع هذا الكلام ترك الجليل وجاء إلى بلاد اليهودية من عبر الأردن، فتبعته جموع كبيرة فشفاهم هناك، ودنا إليه بعض الفريسيين وسألوه ليحرجوه: أيحل للرجل أن يطلق امرأته لأي سبب كان؟ فأجابهم وقال: أما قرأتم أن الخالق من البدء جعلهما ذكرا وأنثى، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بامرأته، فيصير الاثنان جسدا واحدا، فلا يكونان اثنين بل جسد واحد، وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان. وسأله الفريسيون: فلماذا أوصى موسى بأن يعطي الرجل امرأته كتاب طلاق فتطلق؟ فأجابهم يسوع: لقساوة قلوبكم أجاز لكم موسى أن تطلقوا نساءكم، وما كان الأمر من البدء هكذا. أما أنا فأقول لكم: من طلق امرأته إلا في حالة الزنا وتزوج غيرها زنى. فقال له تلاميذه: إذا كانت هذه حال الرجل مع المرأة فخير له أن لا يتزوج. فأجابهم يسوع: لا يقبل هذا الكلام إلا الذين أعطي لهم أن يقبلوه، ففي الناس من ولدتهم أمهاتهم عاجزين عن الزواج، وفيهم من جعلهم الناس هكذا، وفيهم من لا يتزوجون من أجل ملكوت السماوات، فمن قدر أن يقبل فليقبل. وجاءه بعض الناس بأطفال ليضع يديه عليهم ويصلي، فانتهرهم التلاميذ. فقال يسوع: دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لأمثال هؤلاء ملكوت السماوات. ووضع يديه عليهم ومضى من هناك. وأقبل إليه شاب وقال له: أيها المعلم، ماذا أعمل من الصلاح لأنال الحياة الأبدية؟ فأجابه يسوع: لماذا تسألني عما هو صالح؟ لا صالح إلا واحد، إذا أردت أن تدخل الحياة فاعمل بالوصايا. فقال له: أي وصايا؟ فقال يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، أحب قريبك مثلما تحب نفسك. فقال له الشاب: عملت بهذه الوصايا كلها، فما يعوزني؟ أجابه يسوع: إذا أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع ما تملكه ووزع ثمنه على الفقراء، فيكون لك كنز في السماوات، وتعال اتبعني. فلما سمع الشاب هذا الكلام مضى حزينا، لأنه كان يملك أموالا كثيرة. وقال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، يصعب على الغني أن يدخل ملكوت السماوات، بل أقول لكم، مرور الجمل في ثقب الإبرة أسهل من دخول الغني ملكوت الله. فتعجب التلاميذ كثيرا من هذا الكلام وقالوا: من يمكنه أن يخلص إذن؟ فنظر إليهم يسوع وقال لهم: هذا شيء غير ممكن عند الناس، أما عند الله فكل شيء ممكن. وقال له بطرس: ها نحن تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون نصيبنا؟ فأجاب يسوع: الحق أقول لكم، متى جلس ابن الإنسان على عرش مجده عند تجديد كل شيء، تجلسون أنتم الذين تبعوني على 12 عرشا لتدينوا عشائر إسرائيل 12. وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو أبناء أو حقولا من أجل اسمي ينال 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. وكثير من الأولين يصيرون آخرين، ومن الآخرين يصيرون أولين.